تواصل وزارة الأوقاف نحر الأضاحي البلدية بمجزر البساتين بالقاهرة، وذلك تحت إشراف شرعي وبيطري كامل، وذلك من خلال التعاقد مع إحدى الشركات القابضة المتخصصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية. وفي هذا الإطار تم تجهيز لحوم الأضاحي البلدية بمراحلها المختلفة بمجزر البساتين استعدادا لانطلاق عملية التوزيع، حيث قام وزير الأوقاف وقيادات الوزارة القائمون على المشروع بتفقد عملية تجهيز اللحوم بالمجزر. لأول مرة بتدخل وزارة الأوقاف في مسألة صكوك الأضاحي البلدية. كل ما رأيتموه الآن هو من اللحوم البلدية، لأن احنا السنة دي نوعنا الصكوك بين الصكوك السودانية والصكوك البلدية، وبدأنا بالصكوك البلدية. الحمد لله رب العالمين، المشروع من عام إلى عام يعني في تقدم كبير جدا وملحوظ. على سبيل المثال احنا السنة دي بإذن الله إن شاء الله لدينا أمل، طبعا الحصيلة النهائية لمبيعات الصكوك بتظهر عقب عمل البنوك بعد العيد بأسبوع تقريبا بعد تسميع جميع المبالغ، لكن لدينا أمل أن المبلغ سيفوق 160 مليون جنيه وربما يزيد بإذن الله تعالى. دي بتيجي لحوم صحية، طبعا انكشف عليها وهي صحية عشان تبقى خالية من أي أمراض معدية أو أي أمراض منتشرة مثلا موجودة في السوق أو حاجة زي كده. وطبعا إحنا بنجيبها من مزارع مش من قطاعات أو فلاحين أو حاجة زي كده، لأن إحنا بنجيبها من مزارع خاصة. المزارع ديت قواها مثلا 2000 و 3000 راس في المزرعه نفسها، بمكشوف عليها بيطريه ومتحصنه ضد اي امراض موجوده.